الله اكبر. دي الدنيا تبقى حلوه. الدنيا تبقى حلوه. كلمه سياده المحافظه. بس خلاص بقى ارجع. ما تعملوا في الحي هنا يا باشا. ما تيجي نعمل هنا يا باشا. بص يا باشا احنا الولي اسمع كلام الباشا بس يا هيديك الكلام اهو. هو هيقول لك الصح. احنا لسه جايين دلوقتي من ملتقى التوظيف بتاع حي وصل وخلصنا وصل الدور على الولي والاسبوع اللي بعده يبقى هنا ولا ماشي. اه ممكن تعمل هنا حضرتك الشباب لينا هنا تعشون في لا تشغيل الشباب يا ريس. يا باشا الشباب يا باشا في حي وصل شغال. في حي وصل شغال يقدموا طلبات. سلامنا وسلامنا وحقنا حقنا من بلد على ايديكم باذن الله. الشباب اللي بتشوفنا دلوقتي يا باشا تقول لهم ايه؟ يروحوا يعملوا ايه؟ الشباب ولا وتقول لنا ايه؟ يقول لك كله يروح يشتغل محدش ينام. طب فين الشغل؟ ما هو بيقول لك على المكان. انا النهارده مثلا في حي وصل الحق دلوقتي احنا حي وسط عمري ما اروح حي وسط وحد هيشغلني. تعال اعمل مؤتمر هنا اهم حاجه يبقى لهم شغل يا باشا. احنا خدامين سيادتك. احنا هنعمل كده 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 محافظ يجي على عيننا وعلى راسنا. ده اللودر ده خلي بالك كلها جدعه قوي وشبابها جدعه وحامينا الثوره يا باشا. واحنا بتاع الثوره حامينا البتاع ده محدش. واحنا اللي كنا بنطلع واحنا اللي بنقابل وعيال كتير ما تجيش من هنا. ثواني انا اتكلم. المؤتمر شغال دلوقتي. اللي عاوز ها ايه اهو اللي عاوز يروح دلوقتي يلحق. وفي 4000 طب سيادتك انت قلت لنا هتعمل لنا 4000 وظيفه اعملوا بس اللي عاوز يلحق دلوقتي يروح بس 4000 وشك هناك. بص يا سيادتك